وافقت لجنة الرد على بيان الحكومة وذلك بعدما انتهت من إعداد تقريرها الذي ستسلمه في 350 صفحة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشته في الجلسة العامة الأحد المقبل مع التوصية بالموافقة على البرنامج. وقال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة أن التقرير تضمن ملاحظات دقيقة وموضوعية صدرت عن اللجان الخمسة الفرعية واللجان النوعية للمجلس. أستاذ مصباح، هل نتوقع ما هو جديد بشأن البيان؟ وبرأيك أيضا ما أهمية إعداد التقرير بعد الموافقة على البرنامج؟ هو يعني لو نذكر من اللحظة الأولى بعد ما أنهى الدكتور مدبولي يعني إلقاء بيان الحكومة، فالنواب سقفوا جامد، فذكرهم السيد رئيس المجلس بأنه يعني التصفيق ده معناه إن أنتم موافقين على البرنامج وإحنا لم ندرسه بعد، ما كانش لسه حتى اتشكلت اللجنه اللي احنا بنتكلم عنها. وبعض النواب تطوعوا من كتله دعم مصر بالقول من اولها برضه انهم يعني يوافقون على البرنامج وكذا، لكن في كل الحالات يعني متهيألي حتى في ضغوط من المجتمع على البرلمان لكي يناقش بجديه بيان الحكومه، تتفق زي ما بقولوا اهميه هذه الوثيقه، زي ما مطلوب من المجتمع ايضا ان يقش بجديه من غير ما يبقى كي سخريه او الكلام النمطي والانشاء يعني في نقد البيان. اللي انا ملاحظه انه برضه معظم الملاحظات يعني ما هياش مش جوهريه، يعني ايه اذا كان بيقول لك مثلا ايه صحيح ان البيان اهتم بالمحافظات الحدوديه لكن ندعوه الى مزيد من الاهتمام ومزيد من الاهتمام بتقديم الخدمات اللي ايه للمواطنين وتيسيرها وتسهيلها، ما عندوش حاجه جديده يعني مختلفه يقولها، لكن يمكن النقطه شويه اللي اتكلموا فيها النواب في اللجان المختلفه هي انه لابد يبقى في جدول زمني واضح وفي مؤشرات واضحه لقياس الاداء كل شهر كل ربع سنه كل سنه عشان يبقى سهل لايه متابعه الحكومه وتقييمها. لكن في كل الحالات كمان البرلمان ليس كله كتله واحده، يفترض ان مثلا كتله يعني 25 30 لديها وجهات نظر وتصورات مختلفه، احنا يجب ايضا ان نسمع ويجب على الحكومه نفسها قبل المواطنين ان يسمعوا الى الاراء الاخرى والمقترحات الاخرى عشان نصل الى يعني برنامج يعني تبقى في أغلبية معقولة من المجتمع قبل ما تكون أغلبية البرلمان موافقة عليه ومتحمسة له.